حريق سوق جدة الدولي 255 محلا تجاريا، بينهما 100 لبيع الذهب والمجوهرات. فاصيل الخبر، أهلا بكم. تعود أسباب حريق سوق جدة الدولي إلى اندلاع حريق في محل أحذية أثناء تجديد الديكور قبل أن ينتشر سريعا ويتسبب في تدمير المركز. بدأت شرارة الحريق منذ ساعات الفجر الأولى، واستمرت أعمال الإخماد من قبل الدفاع المدني لمنع انتشار اللهب إلى المباني المجاورة، كما يجري حصر حجم الخسائر الناجمة عنه. ووفقا للمصدر، فإن المركز الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 46 عاما بمساحة 22 ألف متر مربع، يضم أكثر من 255 محلا تجاريا، بينها 100 محل لبيع الذهب والمجوهرات. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حجم الحريق الهائل الذي شب في المجمع التجاري، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى الشهير في جدة. يعد السوق من أبرز معالم مدينة جدة ومن أرقى المراكز التجارية منذ افتتاحه في عام 1981 بتصميمه الكلاسيكي وسط شلالات ونوافير مائية أشبه ببحيرة صغيرة. يتمثل أبرز نشاط السوق في قطاعات الملابس والديكورات والحقائب والأحذية إلى جانب الذهب والمجوهرات.